طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. تعريف بالموضوع ديال اليوم اللي هو التواصل معكم والتعريف صيغة جديدة مبسطة عن هذه المخاطر، واللي في الحقيقة تندرج في إطار تنفيذ مضامين ولا مقتضيات القانون 55/19 متعلق بتنفيذ المصادر والإجراءات الإدارية اللي تم الشروط في التنزيل ديالو خلال سنة 2021، من خلال مجموعة من المقتضيات اللي كتهم جدية المصادر والإجراءات الإدارية اللي كتربط اليوم الإدارة بالمرتفقين، من خلال جلب جميع القرارات الإدارية للإدارة اللي كتمنحها المرتفقين. إكرام حمي، رئيسة قسم تبسيط المصادر ودعم الأخلاقيات بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. إحنا اليوم بصدد هذا الاجتماع اللي هو كيمثل الخرجة لجهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل التعريف والتحسيس بالصيغ الجديدة المبسطة للمصادر الإدارية التي تتم دراستها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، واللي قامت الوزارة بشراكة مع وزارة الداخلية ومع جميع الإدارات المعنية بمعالجة هذه طلبات المستثمرين المتعلقة بهذه المصادر على تبسيط هذه المصادر في إطار ورشات اللي تم تنظيمها منذ شهر مارس المنصرم، واللي تمكننا من خلالها من حذف تقريبا 45.5% من الوثائق اللي هي اليوم مطلوبة من المستثمرين من أجل الحصول على القرارات الإدارية، واللي إن شاء الله بمجرد الانتهاء من هذه الخرجات التحسيسية على مستوى الجهات 12 المملكة غادي يتم إعطاء الانطلاقة بالعمل بهذا الصيغ الجديد إن شاء الله من هنا لنهاية السنة، نهاية دجنبر 2022. الجهات هما يدخلوا في الرجل من الزمان راه المشكلة ما بلويش بالكلام فراسيش خاطر القضية أصلا نقولوا هذه الحالة التواصلية باش يمكن هذا القانون 55/19 لأنه مهم جدا هو لك الدراسي، وعندي اليقين أن القانون كيحترم كيحتاج كاين العقابات كاين العقوبة وكاين إلى روحي باش تعطي الإنديكاتور ديالو الأستاذ راه هو الشكاية هادشي الشكاية يقول لك هذا طبيعية عليا طبيعية وتفعل الشكاية وديرها لأن اللي ما كيحترمش واحد القانون بس شكاية يقول لك فقررت المرة على 45% اللي يتحدوا قالوا لي كان كيجيب 50 ورقة وكيجيب 25 ولا 20 ورقة، خطوة إيجابية، أشكركم.